كل واحد يقولي عن اهم مشهد بالنسبه له في الفيلم، وابتدي بعبد الرحمن. هو بالنسبه لي اهم مشهد ليه هو كان المشهد اللي بيتكلم فيه مع شخصيه ماجد ويفهمه انه دول مين وكذا وكذا وكذا، وانه في النص كلام اللي هو ايه ده فلان، فلان اللي بيعمل كذا. كان بالنسبه لي اللي هو حاجتين، ان معلومات توصل صح، انه يعني يعتبر ده الناريتور بتاع الفيلم دلوقتي في اللحظه دي يعني، وان المشهد يبقى لذيذ يعني. فالحمد لله انه يعني خير يعني. كزبره. اللي هو المشهد اللي انا خدت ال 20,000 جنيه، ده كان بالنسبه لي، لان شخصيه حته طول الوقت طالعه ان هو صاحب صاحبه وصاحب اصحابه وازاي اخونهم وازاي في نفس الوقت الناس ما تتخانقش مني واصعب عليها. كان موضوع طب خلاص يا جماعه، الفيلم في بقاله كتير في السوق، مفيش لسه، لو سمعتي لسه في شويه فلوس، لسه في شويه فلوس عايزين نعملها. فكان بالنسبه لي ده مشهد، لان هو طول الوقت كوميدي، فازاي اللي انا اقلب ما واحده ما بقاش كوميدي. فكان بالنسبه لي ده حاجه، ده مشهد تمثيل. فانا كنت حابب ان انا ابين بقى ان انا عندي ايه، مش كوميديان بس. انا غزي، انا كان في مشهد بيني انا ونور، كان يعني مش عايز اقول هو انهي واحد برضو عشان الناس لسه ما اتفرجتش. في ماستر سين لكل واحد، في مشهد كده ما بين انا ونور، كان يعني بالنسبه لي كان اصعب مشهد ليا، مشهد واحنا في المدرسه. انا المشاهد كلها بالنسبه لي كانت مهمه في الفيلم حقيقي، بس هما المشاهد، لو انا اقول حاجه، المشاهدين اللي غزي وكزبره اتكلموا عنهم، انا يعني المشهد اللي غزي بيتكلم عليه ده اظن انا وهو كان مشهد فعلا صعب ومهم بالنسبه لنا احنا الاثنين. المشهد اللي كزبره بيتكلم عليه، انا في المشهد قعدت اتفرج عليه، قعدت وانا بمثل معاه، انا في لحظه قعدت اتفرج عليه من كتر ما انا عايز اقول. على في مشهد كمان بالنسبه لنور كان مهم جدا، المشهد ساعه لما اخته كانت بتعلمه الكلام الصايع عشان يروح المدرسه الثاني، ده كان نور، كان انا فاكر كان نور تعبان جدا يعني، وكنت كان بيعمل ماستر سين مهم جدا، وكان نور بيبقى تعبان وخلاص بينام، وكنت باجي اصحيه نور يلا عشان من قلبنا الكاميرا ونيجي نعمله. فكان قمه في الاحترافيه الصراحه، كان بيصحى وكان بيعمل اهم ماستر سين بالنسبه له هو وريما، وده كان بعد عدد تصوير مهم يعني، عدد تصوير كبير جدا، فده كان سين برده. وكان والله بس ده بقى يرجع للامانه برده، ارجع اي انا كنت منصور عدد يعني ساعات طويله في الفيلم لصعوبته. هو مش فيلم سهل، مش فيلم سهل في التنفيذ، هو فيلم صعب، ومش فيلم انتاجيا سهل يعني، ده فيلم يعني خد ياخد مجهود، وفيلم عدد اسابيع مش قليله. بس استاذ رؤوف روحه من اول اليوم لاخر اليوم، ومن اول يوم تصوير لاخر يوم تصوير، هي هنا امل، تفاؤل، دايما طاقته حلوه، مفيش لحظه. فهو دايما كان ليدر، ان احنا كلنا لازم نبقى كده. لو انا ريحت انا يعني طب هو ده، هو بيشتغل اكتر مني. فهو الحقيقه كل ده الروح دي، وان احنا عايزين نكمل، كانت جايه من عند انا دايما اي بليف انه اللوكيشن بيبقى شبه مخرجه. ودايما بقول ان في اللوكيشن لو المخرج اتاوى بكرو بينام. صح. رؤوف ما شاء الله يعني بيضرب حقنتين ادرينالين الصبح وهو جاي كل يوم، فهو بيخلي كل اللي حواليه على نفس ليفل الانرجي والحماس بتاعه. صح. فدي بصراحه طبعا تحسب له جدا طبعاً. جدا غير الدايركشن يعني اللي عمله.